كانش فلوس قلنا تيرجع المباراه اللي عندنا الزينه ديال المباراه كانيه شي ما لازم تحط عليها ولكن 21 كان كان قيل راسه انا مثلا في المباراه الرياضيه عموما طلبنا من التعادل نستعيو جونا فورس مباراة بيضاء ولا مهما كنشوفوا البيت جات في اخر الدقائق شنو اللي ما بقاش في التنظيم ديال الاتحاد الورقه باش يتسجل عليه الهدف هذيك الدقائق الدقائق يمكن التركيز الثاني ديال اللاعبين خصوصا الشوط اللي كتك تمشي هذه مساله عاديه كنحنا مسؤولين ديال حتى شي واحد الهدف جا راجع ديالهم ولكن بحال شي التعليم لان في ظروف صعيبه التوقيت في هذه المقابله هو اللي خص يكون التركيز فيها اكثر عموما الدروس ان شاء الله نتعلم منها ونشوفها ان شاء الله باش نزيدوا الاداء ديالنا لان الطموح ديال الاتحاد الورقه هذا الموسم هو ترتيب افضل من السنه السابقه. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب بارطاجيو لا فيديو ديرو جيم فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تي في وما تنساوش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.